القوانين ستقبر العمل النقابي إذا تواصلت الوضعية النقابية بالطريقة هذه. اليوم هذا الكل يحدث وخلق حالة من التململ الكبيرة داخل الخدامة داخل النقابيين، والمسألة ما وقفتش عند الحد هذا، المسألة الاتحاد للعمال مش البيادق راس المال، الاتحاد للعمال مش البيادق راس المال، الاتحاد للعمال مش البيادق راس المال. اليوم الوضعية وصلت أنه غسيل الاتحاد أصبح في الشارع. صدقوني أنا 35 عام في الاتحاد عبد الناصر الشغل ولم أرى مثل هذه الوضعية. اليوم المراسلات على قريعة الطريق، هذا مش النقابة تكون، مش المعارضة فيه. كانوا يتهموا فينا ناخذوا في الفلوس، احنا نعرف تاريخنا وعندنا ثقة في أرواحنا ويعرفوا ورينا بتاع السلطة أو ظهر شكون بتاع السلطة. السلطة مش معناها راك تشد تحط يدك في السلطة فقط وهما حاطين يديهم، السلطة أنك تقضي على كل معارضة للسلطة في الوضع الحالي النقابي والسياسي والاجتماعي في البلاد. اليوم أصبح التخوين والاتهام بالتآمر والاتهام بضرب العمل النقابي من داخلهم وفي وسطهم. حاب نرجع بكم الحاج، الهيئة الإدارية هذه كان يحلم البعض، وقلناه في 2 مارس، يحلم أن ذكركم في 2 مارس قالوا أنا خرجنا من نضال الصامت ودفعوا مئات الملايين، نأكد لكم مئات الملايين، باش جابوا البعض للقصبة. قالوا سيء اليوم عندنا ملفات كبيرة ودخلنا مرحلة النضال وسوف وسوف وسوف. اللي يصير بعد هذا هاكم تشوفوا فيه. خرجت المراسلات، انت يا امين عام راك خاين، وانت يا عضو مكتب تنفيذي تطعم في الظهر، وانت راك تكسر في كذا، ويلزمكم تعملوا ويلزمكم ترحلوا ويلزم ويلزم ويلزم. حب نعرف يا اخي الاموال بتاع الاتحاد، اخي دايره تتصرف هيك بتحب انت؟ ارجعوا 4 ولا 5 سنين عملوا منتدى يحضروه قرابه 600 واحد، عملوا مجلس وطني في الحمامات، عملوا المؤتمر الكارثة في سوسة، عملوا مؤتمر صفاقس. إيماجيني كمية الأموال التي صرفت من انخراطات خدام باش يعملوا الشيء هذا الكل. يوم كونتر بارتي شنت الحركة النقابية، شنت كان السب، شنت كان الشتات، كان الضياع، كان الكره لدى عامة الشغيلة ولدى عامة الشعب. هذا لا يعني أنا مش ممكن نصلحوه. اليوم ضربوا كل نفس نضالي داخل النقابية، كل واحد مختلف معهم يسمى يتك على شيرة، حتى الانخراطات. إيماجيني واحد 30 عام وانخرط في الاتحاد وتلقاه في 30 عام 25 عام هيكل نقابة، صباته حفاء في التنقل في النقابات الأساسية وغيره وغيره، كل معناها بجرد قلم تجيب تحيل الانخراط، جيت نحيل الانخراط لأي شيء إلا لأنه عبر على رأي. يجوا يتشطقوا ويتحكموا احنا النار احنا الديمقراطية و و و قيادة. اليوم باش ما نطولش برشا حست بالخطر، والقيادة اليوم تبحث على مناورة جديدة للحفاظ على السعد، واللي تعمل فيه هو التهيئة يا إما لمجلس وطني فمؤتمر استثنائي وإلا لتحوير مسؤوليات. لكن ننبه إلى وضعية أخرى أخطر، هو كونهم يحبوا يدهدوا ثم جناح داخل البيروقراطية ماذا به يدهدها بشوية بشوية ويوصلها العام 2027 ويعمل مؤتمر اللي باش يسميه هو المؤتمر 25. يقول لك بالطريقة هذه نعدي نهائيا الجرائم اللي عملتها في مسألة استقلالية الاتحاد، في نضالية ومطالب الخدامة، وخصوصا في علاقة بالمسألة الديمقراطية. نحن الفصل 20 هو جزء من العرض، الفصل 20 جزء من العرض، ولذلك هم عاملين الهيئة الإدارية هذه اليوم. ونحن نعتبر أي حل من الحلول الثلاثة هذه، رانا واعيين بالشيء اللي نقولوا فيه، رانا نعرفوا أن التغيير الجذري في داخل المنظمة ما ينجم يكون إلا من خلال ديناميك نقابية قوية في داخل النقابات الأساسية وفي داخل الخدامة باش تفرز لك قيادة، باش تفرز لك قيادة تنجم تنقذ
وتغير الوضع جذريا داخل الاتحاد. لكن هذا لا ينفي، هذا لا ينفي انه لابد من الوقوف لهم والنضال ضدهم باش ما يصلوش الوضعيه هذه. اليوم وقت دفعنا رحيل القياده هذه راهو مساله ضروريه. راهو الاتحاد ما عادش ينجم يكمل بالطريقه هذه، ولكن رحيل القياده يلزم يمشي مع المحاسبه. راهو غياب المحاسبه هو اللي ادى الكارثه في الاتحاد، واكثر من ذلك غياب المحاسبه هو اللي ادى الكوارث في البلاد. اليوم البلاد في الوضعيه هذه، يعني اللي عندهم فساد سياسي ما تحاسبوش، اللي عندهم فساد مالي ما تحاسبوش، العملاء مازالوا متواجدين وهم اللي يحكموا. دونك المحاسبه هي ضروريه في الاطار هذا. نحن كمعازة رقابية اقترحنا أن تتكون هيئة تسييرية تأخذ الاتحاد لمدة سنة، والهيئة التسييرية هذه تتكون وفق شروط معينة وضوابط معينة موجودة في البيان اللي بين يديكم. يلزم الناس تكون ساعة منحازة فعلا وقولا للعمال ولا العمل النقابي المناظر. اثنين، ناس ما عليها حتى شبهه تاع فساد اداري ولا مالي ولا نقابي ولا وصفه المسؤوليه النقابيه لمصالحها الخاصه. ثلاثه، يلزمهم يتعاملوا في اطار اعاده الهيكله بكل شفافيه وبكل ديمقراطيه. اربعه، انهم يعبروا عن عدم ترشح لاي هيكل جهوي والا وطني ينجز بعد المؤتمر اللي سينعقد بعد عام. ونقول لكم بكل صراحه، انا في الناس الموجوده لهني، فيهم اللي نعرفه وفي ما نعرفش، ما نعرفش، النجم وطبعا خصوصا ثلاثه لجان، عندي فيكم الثقه الكامله انهم ينجموا يقوموا بالمهمه هذه. يا عصابه يا عصابه، هز ايدك عنا الكاميرا. 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 باش ما نطولش ياسر، ثم ملاحظات زوز ملاحظات كبيرة ياسر باش نقدمها تو ونعتبرها محددة. أولا، مهما كانت التعلة فبالنسبة لنا كاتحادنا المعارضة النقابية لا نقبل أي واحد في اللجنة هذه أو التنسيق معاه من الناس اللي تورطت فيما أوصلت إليه الاتحاد في الوضعية هذه. وهذاك علاش نطلب رحيل هالقيادة هذه، يستقيلوا ورحلوهم هاني تو نشوفوا مع بعض. لكن لا يمكن لمن كان سببا في المشكل ان يصبح سببا في الحل. ولهنا باش نعطيكم مثال واحد ولكم ان تقارنوا. للاسف الشديد اللي عملناه في البلاد والناس هذم لهني كانت الدينامو تاع انتفاض 17 ديسمبر، كنا اليد في اليد، خرجنا مئات عشرات المسيرات من هنا من اجل انتفاضه 17 ديسمبر. طيحنا بن علي واكتفينا باسقاط بن علي، وقبلنا بالمبزع، وقبلنا بالغنوشي، وقبلنا بالرسكله نتاع السبسي. هاكم تشوفوا في البلاد وين وصلنا. سيحدث نفس الشيء في الاتحاد لو مددنا ايدينا الى الناس التي اجرمت، الناس اللي كانت تقول نحن الكفاءة الوحيدة النقابية في البلاد هذه، وهاهو بعد عامين نشوفوا فيه الكفاءات هذه. أخيرا نقول اللي يعمل نصف ثورة راهو يحمل قبره، يحفر قبره بيديه. شكرا إذا كان أطل. الاتحاد خربتوه، بالقواعد فرقتوه. جست ملاحظة أخيرة، هذه باش تكون زاد الصورة واضحة في الأفق. رانا نحن مقتنعين واعيين أن البيانات والمسيرات والتجمعات بقدر ما هي ضرورية بقدر ما غير كافية على القيادات هذه. نحن الشيء هذا نشوف فيه في السلطة في البلاد، نشوفوا فيه في تعامل القوى الإمبريالية مع الحركة الشعبية. كلم تحرك، أعمل اللي تحبتها، أعمل مسيرات. لكن ثم حاجة أراني أنا نعمل اللي نحب. نحن كاتحادنا المعارضة النقابية نعتقد أن إذا ما فماش تصعيد صحيح، وسيأتي عندما تتوفر الإرادة، إذا ما فماش تصحيح صحيح وحركة نضالية قوية، هذو راهم ما يفهموش بالسياسة وما يفهموش بالتدخلات وما يفهموش بالوساطات
وما يفهموش باش يسمعوا كلام فلان وكلام فلان وما يكتفوش بالبيانات وبالتجمعات وبالمسيرات وغيرها. ولذلك علينا أن نستعد للنضال، وللنضال اللي يكون فيه تضحية بالفعل راهي مسؤوليتنا التاريخية ومسؤوليتنا بالحق. راهو سيحاسبنا التاريخ، نحن مناش عاملين بوتاتر معناها حاجة اكستراوردينار، لكن على الأقل لنا الشرف أن عبرنا على موقفنا وقت سكتة الناس الكل كما كان لنا ذلك في السابق. وشكرا. ما عندهم الشرعية هم. الاتحاد خربتوه، من القواعد فرقتوه. الاتحاد خربتوه، من القواعد فرقتوه. الاتحاد خربتوه.